اهلا بكم. والهاشتاجات النهارده كانت ترندات بتتكلم عن الجنيه والدولار واسعار التعويم بتاعه الجنيه على الاسعار واوضاع الناس الاقتصاديه. وكان الابرز على مواقع التواصل الاجتماعي رحم الله فقيد الامه الجنيه، زي ما كتب الاستاذ سليم عزوز كده على حسابه على تويتر: رحم الله فقيد البنك المركزي ترك الجنيه العرض والطلب، رحم الله فقيد الأمة الجنيه المصري، ولا عزاء للسيدات. المستفز في الأمر أن السيسي عوم الجنيه بعد المؤتمر الاقتصادي اللي مفروض أنه كان يحل مشاكل بلد اقتصادية، وده المعنى اللي أشار إليه الكاتب الصحفي الأستاذ وائل أنديل لما كتب في التويتة دي وقال: أولى ثمار المؤتمر الاقتصادي للحاج سعيد وشركاه في المسار الجنيه، عدى البراميل ومش راجع، دولار يساوي 22 جنيه مصري. طبعا ده كان الصبح. الحاج سعيد ده اللي هو لما كلمتكم هنا على نظرية الاقتصاد بتاعت السيسي، نظرية الحاج سعيد لما كان قاعد وقال: حاج سعيد تاخد كوبري ديشنا بسبعة مليار وتخلي 2 مليار في جيبك وتديني ثلاثة، نظرية اقتصادية الأستاذ وائل بيتكلم على للحاج سعيد. أنا عارف الحاج سعيد ده أستاذ وائل ده بتاع كبدة والله العظيم في آخر شارع محمد علي، لكن للأسف إن تعويم الجنيه المرة دي مش مجرد تعويم، ده غرق للجنيه وللمواطنين. وده اللي قاله المفكر والروائي عمار علي حسن اللي كتب وقال بالظبط: تم تعويم الجنيه وسيواصل السباحة مجهدا حتى الغرق، ويغرق معه عشرات الملايين من المصريين إن لم تغير الدولة سياستها الاقتصادية فتتوقف عن دور مقاول الهدم والبناء وتهتم بالإنتاج وتعطي المشروعات الإنتاجية لمن يحسن تشغيلها أو يحسن تشغيلها وتدوير أرباحها داخل مصر وتنهي حالة الاحتكار ولو تدريجيا. الجميل أن النظام بياخد قرار تعويم الجنيه في وقت دعوات للتظاهر ضده في 11/11 في قمة المناخ، زي ما كتب حساب باسم باهر وقال: لا بس تسلم إيد، اطلع يا باهر، تسلم ايدي اللي اختار التوقيت التعويم بصراحة بعد المؤتمر الاقتصادي على طول وقبل قمة المناخ ودعوات النزول في 11 فبراير بأسبوعين. وبالفعل القرارات دي استفزت الناس وعبروا عن غضبهم من خلال مقاطع فيديو على السوشيال ميديا وطالبوا الناس بالنزول في تظاهرات زي ما هنشوف بعضها كده. يا جدعان حد يتصل بسياده الفنان ياسر جلال يطمنا، انا لسه صاحي وغرقان في جراحي من ساعات، والله من ساعات قبل الرقصه الهزق دي كنت لسه واخد جنيه مصري مقابل دولار على السعر القديم، يعني انا اتشال وقت. لا تقول لي بقى الفاضي بيعمل قاضي ولا انت تعمل لي فيها خبير اقتصادي ولا موزمبيقي يا معلم، انا قاعد على جوجل الجنيه بيرقص، جنيه بيرعش، جنيه عمال يطلع يطلع يطلع، اوف اوف راح فين الله يسترك. ده بجنيه يعني ينفع الكلام ده؟ ده بجنيه اكلها ب 100 جنيه كل يوم. حضرتك قلت اصبروا سنتين، طب اصبروا سنه، طب ست شهور، واحده بقى قد الدنيا، وادينا بقى شحتنا من كل الدنيا. الموضوع خرب والموضوع باظ والدنيا اتدهورت، طب الدنيا اللي ولعت، طب المواطن اللي بقى بيدفع ثمن الغاز والكهرباء والميه من قبل ما يستخدمهم بقينا ندفع مقدم، طب الطرق والكباري اللي اتصرف عليها ملايين ومليارات، وحضرتك كل ما انت على فكره الفلوس دي انت اخدها من الطرق والكباري اللي بنعدي عليها، في كارتات، الاول كانت الكارته واحنا طالعين من اسكندريه للقاهره كارته الصحراوي، بقت تدخل القاهره تلاقي كوبري تطلع تلاقي كارته، الله تطلع تاني تلاقي كارته، مع حضرتك مع هم المصريين بيسددوا ثمن الكلام ده. وفي نفس الوقت يبدو ان اعلام السيسي مرتبك وخايف من دعوات 11/11 ومنهم اللي بيهون منها عشان ما حدش يتفاعل معاها، ومنهم اللي بيحذر الناس من دول. نشوف كده كوكتيل لاعلام النظام. وبرضه عايز اطمئن الجميع يعني انه 11/11 عالم امانتنا ومسؤوليتي وقرايتي، يوم من الهدوء ومفيش حاجه هتحصل خالص. اولا لو حصلت المعجزه السوداء بتاعت ان حد ينزل، وهي معجزه واحنا مش في زمن المعجزات ولا في زمن كمان يستحمل معجزات سوداء. وحضرتك انت مصدق يعني مصدق هذه الدعوات؟ اللي بيدعو قاعد بره، يا بيبقى بالدولار يا باليورو يا بالجنيه الاسترليني. وحضرتك النهارده الرئيس بينحاز لك في حمايه اجتماعيه حقيقيه ليست المره الاولى، واللي بيقول لك انزل خرب البلد بيقبض بالدولار في امريكا او بالاسترليني في بريطانيا او في دول اوروبا باليورو. طبعا انا افهم احمد موسى ليه يقول كده، لكن اللي مش فاهمه ابراهيم عيسى بجد والله العظيم، انا على مستوى الشخص يا ابراهيم عيسى انت لا يقول له ايه يقال عليك استاذ، لانك خلاص انت تجردت من كل شيء، انت بقيت يعني رخيص قوي. طب انسى 11/11،
انساها يا ابراهيم عيسى، بس الناس تعبانه. انت يا راجل مفترض انك مفكر. الناس بتغلي، الناس ولعه، الناس بتاكل من الارض. انت مفروض تنحاز للناس. انت ليه زي احمد موسى؟ انت هتلاعب احمد موسى في بطوله العالم للنفاق ربما بعد شهر. ايوه تفيد ايه؟ اه طبعا انت مستفيد كتير، بس قصدي انت كنت قدام الناس خارج بتقدم نفسك على انك مفكر منحاز للناس وليس للنظام. انت زعلان الناس تخرج يا ابراهيم عيسى، يقول لك هيبقى يوم عادي. هتفرح يعني؟ هيبقى يوم عادي جدا، عادي جدا. الكلام ده يقوله احمد موسى، احنا بنفهمه من احمد موسى، لكن يقوله شخص زي ده مفترض انه بيقدم نفسه على انه مفكر. اللغد بتاعه حلو قوي، ولما لحم حلو قوي، ولما دهون حلو قوي. ايه ده يا ابراهيم؟ انا مش مصدقك بجد. ايه يا جماعه دول؟ مين دول؟ بس خلاص، كلام الطبالين دول ما بقاش بياكل مع الناس. اللي ردت باستعاده هاشتاج ارحل يا سيسي، وقالوا ان الايام الجايه اصعب من اللي فاتت بسبب القرارات الخاطئه من النظام. ادي تغريده اهي، قرض صندوق النقد، انا بحبك يا بلادي. قرض صندوق النقد اتقبل، الدولار الان 23.9، خربها وقعد على قلبنا. وما يحدث في اوكرانيا والعالم مالوش علاقه بالخيبه اللي احنا فيها. الفشل والانهيار ده من سابق عصره الفيلسوف اللي بقاله سنين بيعكعك، ولسه الايام الجايه ايام صعبه جدا جدا جدا. ربنا معانا، ارحل يا سيسي. الناس كمان عبروا عن خوفهم من الغلا والاعباء الجديده عليهم بعد تعويم الجنيه، وقالوا دليل على فشل السيسي ولازم يرحل، زي ما كتب حساب باسم الحاكم دار وكتب تغريده الحق اهو، ارحل يا سيسي، الخراب ينتظر المصريين والغلاء سوف يقضي على الفقراء، وما تفعله الحكومه وما تاخذه من قرارات سوف يقضي على الاخضر واليابس في مصر في الايام القادمه. سوف تشهد مصر موجة غلاء ليس لها مثيل، وذلك مع تحرير سعر العملة في مصر لقد انفلت الأمر من يد الحكومة ولا تستطيع أن تفعل شيء. الحقيقة أن رحيل السيسي ما بقاش مجرد مطلب من معارضي السياسيين، ده بقى حل لإنقاذ مصر من الضياع، وحتى لا يتكرر سيناريو لبنان في مصر، زي ما كتب الباحث السياسي تقادم الخطيب اللي كتب بيقول أصبح رحيل السيسي ضرورة ملحة لإنقاذ مصر وخاصة الاقتصاد المصري، ولو ظل في السلطة فسيصل سعر الدولار إلى أرقام فلكية، مصر تسير على نفس خطى الاقتصاد اللبناني. رحيل السيسي ضرورة وطنية ملحة ولحظة تاريخية مهمة. ارحل يا سيسي.